السلام عليكم. سامسونج جالاكسي الاس 25 الترا، اهم خمس مميزات واسرار ستبهرك في هذه السلسله من الهواتف الناجحه لسامسونج. كل هذا واكثر سوف تشاهدونه ان شاء الله في هذا الفيديو. اتمنى منكم دعم القناه بقوه عبر الضغط على زر الاشتراك، لان هناك اكثر من 75% ممن يشاهدون الفيديوهات ليسوا مشتركين على القناه. اتمنى منكم فضلا واسعا الضغط على زر الاشتراك وتابع الفيديو حتى النهايه. ترددت الكثير من التسريبات والشائعات مؤخرا حول سلسلة هواتف سامسونج جالاكسي الاس 25، وهنا سوف أقوم بتسليط الضوء على ملخص لأهم المميزات والأسرار في هذه السلسلة من الهواتف الرائدة من الشركة الكورية في هذا الفيديو. أهم خمس أسرار ومميزات في سامسونج جالاكسي اس 25. الميزة الأولى، معالج أسرع. ستكون معالجة سلسلة هواتف سامسونج جالاكسي اس 25 أسرع، وستستغرق نصف الوقت تقريبا مقارنة بسلسلة هواتف سامسونج جالاكسي الاس 23، وذلك بفضل التكامل الأفضل والشرائح القوية. ثانيا، ميزة دعم الاتصالات الأقمار الصناعية ثنائية الاتجاه. تم التأكيد على أن هاتف سامسونج جالاكسي اس 25 الترا سيكون قادرا على دعم اتصالات الأقمار الصناعية ثنائية الاتجاه. الميزة الثالثة، حواف شاشة رفيعة. تم التأكيد على أن هاتف جالاكسي اس 25 الترا سيحتوي على حواف شاشة رفيعة للغاية مما تتصورون. ميزة الرابعة، تحسين نظام التبريد. سيتم تحسين نظام التبريد بغرفة البخار في هاتف جالاكسي اس 25 الترا وزيادة حجمه مقارنة بهاتف جالاكسي اس 24 الترا. خامسا، تسجيل الفيديو أكبر. ستتمتع سلسلة هواتف جالاكسي اس 24 بأكبر ترقية لجودة تسجيل الفيديو على إطلاق في تاريخ سامسونج، أو عفوا الاس 25. هذه الهواتف سوف تتمتع بأكبر ترقية لجودة تسجيل الفيديو على إطلاق في تاريخ شركة سامسونج. شاركنا رأيك بالتعليقات حول أكثر ميزة تأمل توفرها في سلسلة هواتف جالاكسي اس 25، خصوصا الاس 25 الترا. شاركونا عبر التعليقات ولا تنسوا دعم القناة. دمتم سالمين، أحبكم ومع السلامة.